وردة الصحراء هذه السيمفونية ألفها الملحن السوري الأمريكي مالك جندلي، ونظمت متاحف قطر الحفل الموسيقي بالتعاون مع أوركسترا قطر الفالهارمونية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 10 لانطلاق مبادرة الأعوام الثقافية التي تم إطلاقها عام 2012 تزامنا مع فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم وضمن فعاليات المبادرة الثقافية الوطنية قطر تبدع. وعلى هامش الحفل تحدث المؤلف الموسيقي مالك جندلي لكاميرا ضفاف عن عمله الفني سيمفونية وردة الصحراء. اليوم أنا كل فخر كمؤلف موسيقي عربي في المهجر أو في المنفى احتضان متاحف قطر والأعوام الثقافية لهذا العمل الجبار اللي هو سيمفونية وردة الصحراء. ستقوم أوركسترا قطر الفلهرمونية بأدائه لأول مرة في العالم اليوم، العرض العالمي الأول هنا في متحف قطر الوطني. السيمفونية مستوحاة من وردة الصحراء، من الصرح الحضاري الجميل، بدعة المعمارية، من علم دولة قطر الذي يعني يدعو للسلام بألوانه الجميلة، فيه 9 رؤوس 9 حركات تحتفي بموسيقى الإرث البري والبحري، أم الحنايا، العايدو، المسحراتي، هالإيقاعات الجميلة، المقامات العربية. كل ما قمنا به بهالشراكة الاستراتيجية توظيف علوم الموسيقى ونظريات الموسيقى الكلاسيكية والأكاديمية لألحاننا العربية. أنا الأوان أنه أوركسترات العالم تحتفي بتراثنا العربي وموروثنا الثقافي الإسلامي على خشبات مسرح العالم. منكم وإليكم سيمفونية وردة الصحراء من أجل السلام.